يتقلب المسلمون منذ أن بعث الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، يتقلمون بين انتصارات وغيرها، وما بين ابتلاء وغيره، ويتقلبون ما بين نصرة الله تعالى لهم في الدين وبين ظهور لهم وبين ابتلاء ينزل بهم. ومن نظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان مهما كثرت عليه الابتلاءات كان ثابتًا واثقًا بنصر الله تعالى للأمة، وكان يحدث أصحابه في أحلك المواقف بأن نصر الله تعالى قادم، وأن بزغ ملك الإسلام لا يزال ظاهرًا. ولعلنا نقف اليوم على بعض المواقف التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، التي لو وقعت اليوم في زماننا لربما وقع اليأس في قلوب بعضنا من أن ينصر الله تعالى دينه. نحن اليوم نتألم لما نرى من صور القتل والمجازر على المسلمين، نتألم عندما نراهم في بورما والروهنجا، ونتألم عندما نراهم في سوريا، ونتألم عندما نرى رؤوساً تدك وبيوتاً تهدم على رؤوس أصحابها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نراه اليوم من مظاهر القتل والتفجير على إخواننا في بلاد الشام، من طائرات تقصف بيوتاً ليس فيها إلا نساء وأطفال لم يقاتلوا ولم يعترضوا، وإنما اجتمعوا من أيتام وأرامل تحت سقف بيت لا يكاد يظلهم من شمس ولا يحميهم من مطر، ومع ذلك لم ترحمهم يد الباطل والطغيان من أن تدك هذه البيوت على رؤوسهم.